تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. فلدى وصول جلالته أيده الله ورعاه إلى قيادة الحرس الملكي كان في الاستقبال الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. كما كان في الاستقبال اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي. وخلال الزيارة قدم سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي إجازا لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله حول الخطط المستقبلية لتعزيز القدرات القتالية للحرس الملكي ومواصلة تزويده بأحدث منظومات الأسلحة المتطورة وفق الخطط الموضوعة في إطار التطوير الشامل والمستمر لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين. هذا وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه خلال الزيارة عن شكره لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وجميع منتسبي الحرس الملكي البواسل على ما يقومون به من واجبات وطنية سامية ومهام نبيلة بكفاءة عالية وحمل الأمانة بكل ولاء وإخلاص متكاتفين يدا واحدة مع إخوانهم الشجعان من مختلف أسلحة وحدات قوة دفاع البحرين لحماية الوطن وأمن مواطنيه الكرام. شاكرا جلالته لهم ما قدموه بالتكاتف مع إخوانهم في قوة دفاع البحرين من إسهامات مثمرة لإنجاح أعمال الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة البحرين التي عقدت في مملكة البحرين مؤخرا متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.